مسافرون مسافرون على هدانا سائرون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون دليلنا قرآننا فيه الهدى يا حائرون إمامنا نبينا مهما يقول الجائرون مسافرون مسافرون على هدانا سائرون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون ونبع السعادة شرعه وبغيره لا لن تكون إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون مسافرون 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 برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور محمد العريفي مسافرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم مرحبا بكم جميعا أيها الإخوة والأخوات كم أنا سعيد بتجدد اللقاء معكم في هذا البرنامج مسافرون نحن في الحقيقة جميعا مسافرون كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل اليوم سأتكلم عن موضوع يقع من بعض المسافرين في حياتهم ولا أعني المسافرين الذين يسافرون إلى بلد آخر لا أيضا الذين يقيمون في بلادهم فنحن جميعا مسافرون كما بينا هو موضوع في الحقيقة يتساهلون به وقد لا يعلمون أحيانا جلالة وعظم ما يتعلق بذنبه النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة ثم قال عليه الصلاة والسلام فالعين تزني وزناها النظر واللسان يزني وزناه الكلام واليد تزني وزناها اللمس والرجل تزني وزناها المشي ثم قال عليه الصلاة والسلام والفرج يصدق ذلك أو يكذبه فلا شك أن أمر الزنا هو في الحقيقة مؤذي للإنسان أن يسمعه ربما أو أن يتكلم عنه لكننا إذا نظرنا في واقعنا اليوم وجدنا في الحقيقة أن بعض الناس يعني يتساهلون به وربما أحيانا لانتشار بعض أنواع الفضائيات التي تعرض أنواعا من هذا إما أنواعا صريحة أو ربما أحيانا تعرض بعض مقدماته جعل بعض الناس مع الأسف يتساهلون به الله جل وعلا لما وصف المؤمنين قال سبحانه وتعالى محصنين غير مسافحين يعني غير واقعين في الفاحشة ثم قال ولا متخذي أخدان والخدن هو العشيق والعشيقة يعني حتى لو لم يقع في شيء من ذلك مجرد وجود عشيق أو عشيقة له نهى الله تعالى عنه لأنه يعني يجره إلى ما بعده قال سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا لماذا؟ إنه كان فاحشة وساء سبيلا فقال سبحانه ما قال ولا تقعوا في الزنا قال ولا تقربوا يعني مجرد قربان الزنا أن يخلو بامرأة أن يهاتفها في الهاتف بكلام لا يليق أن يلمسها وهي لا تحل له أن يضاحكها كل هذا يا جماعة من خطوات الشيطان التي يقرب بها بعد ذلك إلى ما بعده من الوقوع في الفاحشة لذلك رب العالمين قال ولا تقربوا الزنا يعني لا 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 تذهبوا إلى سبله ولا تسلكوا في طرقه حتى لا يؤدي بكم ذلك إليه قرن الله تعالى الزنا بالقتل والشرك فقال سبحانه وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ثم قال ولا يزنون طيب ومن فعل ذلك يا ربي ما عقابه ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا ثم من رحمة الله تعالى أنه فتح الباب لمن أراد أن يتوب فقال جل جلاله إلا من تاب هل يتوب فقط وآمن وعمل عملا صالحا ما هو جزاء
جزاؤه فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فبين الله تعالى أن وقوع الإنسان في مثل ذلك من رحمة الله تعالى أنه لم يسد عليه الباب، وإنما لا زال الله تعالى يفتح له أبواب الرحمة والتوبة لأجل أن يقبل العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. انتشار الزنا مع الأسف، سواء زنا النظر أو زنا اللسان أو زنا اللمس وغير ذلك، هو من أشراط الساعة وعلاماتها، كما في الصحيحين من حديث أنس قال عليه الصلاة والسلام: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا، يبدأ يظهر الزنا وينتشر بين الناس. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن من وقع في مثل ذلك أنه عليه إثم عظيم بسبب يعني ما يقع من تساهله به. اسمع مثلا كيف كان عليه الصلاة والسلام يبايع الناس على تركه. روى الطبراني وغيره عن عبد الله بن عمر قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: أبايعكم على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ثم قال: ولا تزنوا، ولا تسرقوا، ولا تشربوا مسكرا، فمن فعل من ذلك شيئا فأقيم عليه حده، يعني في الدنيا، فهو كفارة، ومن ستر الله عليه فحسابه على الله عز وجل، ومن لم يفعل من ذلك شيئا ضمنت له على الله الجنة. إذن في هذا الحديث أولا أنه قرن الزنا بالشرك والسرقة والقتل، وأيضا في هذا الحديث بيّن عليه الصلاة والسلام أن من ستره الله فليستتر بستر الله، يعني من وقع في شيء من ذلك لا يعني أنه يذهب إلى القاضي أو إلى الحاكم ويعترف ويطلب إقامة الحد عليه، لا، وإنما إذا تاب بينه وبين الله تعالى ورجع إلى رب العالمين وأحسن ما بينه وبين الله فإن الله تعالى غفور رحيم. ولا ينبغي الإنسان إذا كان قد وقع في شيء من ذلك أن يذهب ويعترف، لا، بل يستتر بستر الله. لأن ماعز رضي الله تعالى عنه لما أقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأقبل معترفا بوقوعه في الزنا أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم مرارا وهو يصر على أن يقيم عليه الحد، وود النبي صلى الله عليه وسلم لو أنه ذهب وتاب بينه وبين ربه. ولما أقبلت أيضا المرأة الصحابية الجليلة الغامدية اعترفت أنها وقعت في الفاحشة ردها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يبحث عن عذر لأجل أن تذهب وتتوب بينها وبين الله تعالى. فلما علم أنها حامل قال: اذهبي حتى تضعيه. فجاءت إليه وقد وضعته، يعني لاحظ بعد 9 أشهر أقبلت إليه وقد لفته في خرقة وأقبلت بولدها، قال: اذهبي حتى تفطميه. فذهبت المرأة وغابت عنه ثم رجعت إليه بعد 2 سنين وقد فطمته والصبي يمشي ومعه كسرة خبز. لاحظ كيف كان عليه الصلاة والسلام يعني يحاول أن يجعلها تتوب بينها وبين الله لأجل أن يكون أمرها إلى الله سبحانه وتعالى. من الأحاديث أيضا التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم فيها من الوقوع في الفاحشة ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وخطب خطبة عظيمة، من ذلك أنه قال عليه الصلاة والسلام: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. لاحظ، يعني لا يجوز الإنسان أن يبدأ يكشف عورته أمام من لا يحل له أن يراها. قال: لا أحد أغير من الله، كما أنك أنت تغار على زوجتك أن يتعرض لها أحد، كما أن المرأة تغار على زوجها لو تزوج عليه أيضا بالحلال غارت عليه، فما بالك لو وقع في الحرام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى أغير من كل ذلك. قال: ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. ثم قال: يا أمة محمد، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فبين عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يغار، وأن هذه الغيرة ربما تؤدي بعد ذلك إلى غضب ينزل على الإنسان إذا وقعها. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا محذرا كما روى الحاكم وغيره عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: من زنى وشرب الخمر
نزع الله منه الإيمان كما يخلع الإنسان القميص من رأسه، يعني كما أنك أم تنزع ثوبك أو قميصك من 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 جسمك حتى يكون رأسك هو آخر شيء يعني يخرج منه القميص، كذلك ينزع الإيمان من العبد عياذا بالله إذا كان يقع في مثل ذلك، يعني يقع في الزنا. وبين صلى الله عليه وسلم عدم اجتماع الزنا مع الإيمان، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن، لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن. فبين أن الزنا والإيمان لا يجتمعان. إذن أيها الإخوة، ينبغي للإنسان والأخوات أيضا، ينبغي للإنسان أن يبتعد عن ذلك وعن أساليبه وطرقه. لا يقول الإنسان: والله يا أخي أنا واثق من نفسي، طبيعي أن أوجد مع امرأة لوحدنا في مكان، هذه زميلتي، هذه صديقتي، أنا مجرد مكالمات بيني وبينها. ينبغي أن نحذر من هذا أيها الإخوة والأخوات. يوسف عليه السلام لما تعرضت له امرأة العزيز وهو نبي ابن نبي، ومع ذلك لما تعرضت له امرأة العزيز قال الله سبحانه وتعالى لما قالت له: هيت لك، أي تهيأت لك وتزينت لك، وقد يعني أحضرت جميع أنواع الزينة ووضعتها بين يديه وفرشت له الأرائك والفرش، قال الله تعالى عنه: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. يعني أنه وقع في قلبه الهم، وإن لم يظهر على شيء على عمله شيء من ذلك، لكنه وقع في قلبه الهم. فإذا كان هذا النبي لما خلا بالمرأة وقع في قلبه الهم، فما بالك بغيره من الناس. الزنا مع الأسف يجمع خلال الشر كلها من قلة الدين وذهاب الورع وفساد المروءة وقلة الغيرة. الزنا فيه غضب الرب وانتهاك الحرمة وفساد الخلق. الزنا فيه خبث النفس وذهاب الحياء ورفع الحشمة. الزنا يسود وجه الزاني ويظلمه ويجعله تعلوه الكآبة والمقت الذي يبدو عليه للناظرين. الزنا يظلم القلب مع الأسف ويطمس النور الذي فيه. الزنا ملازم للفقر، لذلك جاء في بعض الآثار: بشر الزانية بالفقر ولو بعد حين. الزنا يعرض العبد للحد في الدنيا والعذاب في الآخرة. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الزناة يوم القيامة يحبسون في تنور من نار أسفله واسع وأعلاه ضيق، والنار تأتيهم من تحتهم. وفي بعض الآثار أنهم يعلقون بعراقيبهم يعني بأرجلهم في النار، ويضربون بسياط من حديد، إلى غير ذلك من الآثار التي جاءت في تعظيم أثره وجلالة أمره. ينبغي أيها الإخوة والأخوات أن يبتعد العبد عنه، وأن يلقى الله تعالى وقد أحصن نفسه وعفها عن الحرام. أسأل الله تعالى أن يزيدنا وإياكم عفة، وأن يحصن فروجنا ويطهر قلوبنا، وأن يحفظنا وإياكم بحفظه ويكلأنا برعايته. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا لكم مسافرون، أعده وقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد العريفي، تنفيذ المهندس أيمن رزق، إشراف الأستاذ عبد الإله الإبراهيم. حياة لرحلة والكل فيها عابرون، فاحجز مكانك يا أخي، إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون.